أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: سماحة الشيخ، هل يدخل إزالة الشعر بالليزر في الكي الذي يمنع من الدخول في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وجزاكم الله خيرا؟ 70,000 صعب أن الإنسان يكون منهم، لا يكون منهم إلا بأعمالهم، هم المقربون. 70,000 هم المقربون، وبعدهم الأبرار، وبعدهم بقية الأمة. هو بالمسألة بس أنه يترك الكي ويصير من 70، لازم يعمل أعمال 70,000، يعمل أعماله. نعم. والملكي بالليزر ما أدري، أنا ما أعرف حقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان فيه نار فهو مكروه، مكروه. إذا كان فيه نار وإحراق بالنار فهو مكروه. نعم.